السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد بعنوان الأساليب. تناولنا في الفيديو السابق أسلوب الاستفهام بالشرح والتوضيح. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتناول ثلاثة من الأساليب: أولا أسلوب الأمر، ثانيا أسلوب النهي، وثالثا أسلوب النفي. نبدأ بأسلوب الأمر. ما معنى أسلوب الأمر وبماذا يبدأ؟ أسلوب الأمر هو الطلب فعل شيء معين، يعني واحد بيطلب منك إنك تقوم بعمل معين، يبقى طلب وأمر. طب بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بفعل أمر. أسلوب الأمر يبدأ بفعل أمر، زي لما حد عايز يأمرك بإنك تذاكر دروسك وتجتهد في الدروس، زي الطفلة الجميلة اللي معانا في الصورة، هيقول لك إيه؟ هيقول لك ذاكر دروسك، ذاكر دروسك. فين الفعل أمر؟ ذاكر. وإيه المطلوب في الجملة؟ إنك تقوم بفعل شيء وهو المذاكرة للدروس. الصورة التانية، جميل جدا إن احنا نهتم بالنظافة وغسل اليد قبل الأكل وبعد الأكل أيضا. والدك يحب منك إنك تعمل إيه؟ تغسل إيدك قبل الأكل، فهيأمرك ويقول لك إيه؟ اغسل يدك قبل الأكل، اغسل يدك قبل الأكل. قلنا فعل الأمر بيبدأ بإيه؟ بيبدأ أسلوب الأمر يبدأ بإيه؟ بيبدأ بفعل الأمر. فين فعل الأمر؟ اغسل. يبقى الأسلوب اللي معانا هنا أسلوب أمر. وإيه بيطلب من بيطلب مننا إيه؟ بيطلب إن إحنا نقوم بغسل اليد قبل الأكل. تعال نشوف الأسلوب التاني معانا، وهو أسلوب النهي. ما معنى أسلوب النهي؟ بالعكس من أسلوب الأمر. يعني أسلوب الأمر بنطلب فعل شيء، لا، أسلوب النهي بنطلب الامتناع عن فعل شيء، يعني إنك تكف عن هذا الشيء، ما تعملش هذا الفعل. ليه؟ لأنه أكيد بيكون فعل مشين أو فعل يعني غير لائق بالأطفال المهذبين المحترمين. تعال نشوف كده، أسلوب النهي هو طلب الامتناع عن فعل شيء معين. بيتكون من ايه في اسلوب النهي؟ يتكون اول حاجة من لا، وبنسميها لا الناهية، زائد فعل مضارع. يبقى اسلوب النهي يتكون من لا وتسمى لا الناهية، يعني بتنهي الفعل اللي بعدها، زائد فعل مضارع. نشوف الصورة الاولى امامنا، اطفال بيلعبوا في الشارع، هل ده يا أصدقائي أسلوب وسلوك صحيح؟ لا طبعا. فده نؤمر ولا ننهي؟ أكيد طبعا ننهي عن فعل هذا الشيء. فالأطفال بيلعبوا في الشارع، طب عاوزين ننهيهم عن ذلك، أو ننهي الطفل عن أنه يلعب في الشارع، هنقول له إيه؟ هنبدأ بلا الناهية، لا، وبعدها إيه؟ وبعدها فعل مضارع، لا تلعب في الشارع، لا تلعب في الشارع. نشاهد الصورة التانية معانا، طفل بيضرب صديقه، سلوك خاطئ أكيد. طيب عاوزين ننهيه عن ذلك، هنقول له إيه؟ نقول له لا، ودي تسمى لا الناهية. أحسنت، لا الناهية، بعدها بيجي إيه؟ فعل مضارع. أحسنت، يبقى نقول إيه؟ لا تضرب صديقك. ليه؟ لأن السلوك ده سلوك طبعا خاطئ ولا يليق بالمهذبين والمحترمين. الأسلوب الثالث معانا، وهو أسلوب النفي. أسلوب النفي هو نفي حدوث الفعل، نفي حدوث الفعل في الماضي أو في المستقبل. معناه إيه؟ معناه إن أنا عايز أخبر إن الفعل ده ما حصلش ولا هيحصل. تمام؟ يبقى أسلوب النهي بطلب عدم القيام بالفعل، لكن أسلوب النفي أخبر فيه عن أن الفعل هذا لم يحدث أصلا، الفعل ده ما حصلش. تمام؟ وضحت؟ يبقى يتكون من إيه أسلوب النفي؟ يتكون من لا، وبنسميها لا النافية، أو لم النافية، أو لن النافية،
أي واحدة فيهم زائد فعل مضارع. أسلوب النفي يتكون من لا النافية أو لم النافية أو لن النافية زائد فعل مضارع. نشاهد الصورة، ما أجمل الورد وما أحلى الأزهار ولا يليق بالأطفال المهذبين قطف الزهور. طيب من الأطفال المهذبين مين؟ باسم. باسم مش بيقطف الزهور. طب تعال نشوف الجملة اللي تعبر عن أدب واحترام باسم وحبه للورد. هنقول إيه؟ لا يقطف باسم الورد. لا يقطف باسم الورد. هنا لا تسمى لا إيه؟ لا النافية وليست لا الناهية. بعدها يأتي فعل مضارع يقطف باسم الورد. أفهم إيه من الجملة؟ إن باسم مش بيقطف الورد. نشوف الصورة الثانية، صديقنا التلميذ زعلان ومهموم. ليه؟ لأنه لم يفهم الدرس ولم يستوعب الدرس. طيب نعبر عن المنظر والمشهد ده بإيه؟ بأداة نفي، أدوات نفي أو أسلوب نفي، ونقول إيه؟ لم يفهم التلميذ الدرس. لم يفهم التلميذ الدرس. لو لاحظنا لم يفهم التلميذ ده يعبر عن الماضي ولا المستقبل؟ أكيد طبعا يعبر عن الماضي، إن صديقنا التلميذ لم يفهم الدرس، مفهموش في الماضي. تمام، يبقى احنا عندنا 3 أدوات من في أسلوب النفي، لا ولم ولن، ويأتي بعدها فعل مضارع، وعرفنا الفرق بين النفي والنهي. نأتي لتدريب يوضح معانا فهم أصدقائنا التلاميذ. بنقول وضح نوع الأسلوب فيما يلي. وضح نوع الأسلوب فيما يلي. عايزك تركز في الجمل كويس وتفهم معناها وتشوف هل الأسلوب ده أمر أو نفي أو نهي. تعال نشوف الجملة الأولى، لا تهمل مذاكرتك. لا تهمل مذاكرتك. إيه اللي فيها؟ طبعا أنهيك عن إهمال المذاكرة. يبقى ده أسلوب إيه؟ أمر ولا نفي ولا نهي؟ هنا لا ناهية وبعدها فعل مضارع، إذن الأسلوب ده أسلوب نهي. أسلوب إيه؟ نهي. تمام. الجملة الثانية معانا، لا تشرق الشمس من الغرب. نلاحظ هل الأسلوب ده أنا بنهي الشمس تخرج من الغرب؟ لا طبعا، ده أنا أخبر على أن عن أن الشمس مش بتطلع من الغرب. تمام، يبقى ده أسلوب إيه؟ أمر ولا نفي ولا نهي؟ أكيد طبعا أحسنت، أسلوب نفي. أسلوب نفي. تبقى لا هنا لا النافية ولا لا الناهية؟ لا النافية. تمام. الجملة الثالثة، لم يحضر التلميذ الدرس. لم يحضر التلميذ الدرس. لم من أدوات إيه؟ من أدوات النفي وبعده فعل مضارع. إذن لم يحضر التلميذ الدرس جملة منفية، يبقى هو أسلوب إيه؟ أسلوب نفي. أنصت إلى المعلم. أنصت إلى المعلم. بدأ بفعل إيه؟ تمام أحسنت، بدأ بفعل أمر، إذن الأسلوب أسلوب أمر. لا تعصي والديك، والكلام هنا موجه للمؤنث، وفي الجملة الأولى لا تهمل كان موجه للمذكر، يبقى لا تعصي والديك. وكمان نلاحظ ان في المؤنث بنضع ياء في اخر الفعل للدلالة على التأنيث. لا تعصي والديك اسلوب ايه؟ هنا اسلوب احسنت، اسلوب نهي، وبنهي عن ايه؟ بنهي عن عصيان الوالدين.
الجملة الأخيرة معانا اشترك في المسابقة، اشترك في المسابقة. والدك بيحمسك علشان تجتهد وتشترك في المسابقات، فبيقول لك ايه؟ اشترك في المسابقة، اسلوب امر. احسنت، اسلوب امر. والى هنا نأتي الى نهاية درسنا اليوم الذي تعلمنا فيه الفرق بين اسلوب الامر واسلوب النهي واسلوب النفي، الى ان القاكم في فيديو اخر ودرس اخر. لكم مني اطيب التحية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.